أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن عقد مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام، وذلك لشرح محددات الموقف الاقتصادي والرد على التساؤلات المطروحة بشأن عدد من الملفات. واستعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها مؤخرا لعدد من المشروعات الصناعية التي تتبع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وبالإضافة إلى بعض المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها، وأنها لم تتأخر حتى هذه اللحظة في سداد أي التزامات عليها، إلى جانب التأكيد على مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى الدور الفاعل لوحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وذلك في التعامل الفوري مع ما يواجهه المستثمرون أو المستثمرين من تحديات ومشكلات. هذا ووافق المجلس على قرار بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و 4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.